على فين؟ على فيليتي عشان نتكلم براحتنا شوية. انت مش عارف انت وحشني قد ايه. انا كنت فاكرك عامله لي كمين زي اللي اتعمل لي في بلاء. وانت تتخيل برضو ان انا ممكن اعمل اي حاجه تاذيك يا رحيم؟ عامه لما نوصلها فاهمك كل حاجه. كنت عايزاني في امينه. وحشتني يا رحيم. ما خرجتش عليا ليه اول ما جيت من السجن؟ بمناسبه ايه؟ هو مش حضرتك ست متجوزه برضو؟ كنت متجوزه يا رحيم، واتطلقت اول ما عرفت ان انت خرجت. دي ايه الصراحه دي؟ ما انت عارف يا رحيم، انت عارف ان انا معاك ببقى حاجه تانية. علشان كده بعتيلي خميس الونش عشان يقتلني؟ مش انا يا رحيم، السيد هو اللي اتفق معايا، ولو شفت خميس ابقى اساله بنفسك مين اللي اتفق معاه. انا بس كنت حاضره معاهم الاتفاق. دي مش صراحه وبس، دي بجاحه كمان. يعني كنت عارفه ان هو بعت ورايا عشان يقتلني وسبتيه؟ كنت عايزه اتاكد انك لسه رحيم بتاع زمان. انتي مجنونه. بقول لك يا احمد، هترد على رفيق تقول له ايه؟ ها؟ بقول لك هترد على رفيق تقول له ايه في موضوع الشغل اللي عرضه عليك؟ بصراحه عرض ما يتعوضش. اه ايه يا ابني؟ بكلمك ما بتردش عليا ليه؟ يعني ايه؟ خرج ازاي؟ تقب وتختص وتقول لي ايه اللي حصل؟ ومين ورا خروجه؟ مفهوم؟ احمد وطي صوتك، الدنيا ليل مش كده؟ حبيبتي معلش، مشكلة وهتعدي إن شاء الله، هي معكنين عليا شوية. ما أنا علشان كده بقى بقول لك لازم تاخد قرار بسرعة في موضوع الرفيق ده. إشمعنى؟ هو أنت مش شايف نفسك ولا إيه يا أحمد؟ أنت بقيت عصبي جدا ومتنشن، وبقيت بتيجي البيت زي الضيف تاكل وتنزل، ولا عارف أقعد معاك ولا عارفين نتكلم. معلش يا قلبي، عادي يعني، فترة وهتعدي إن شاء الله. من ساعة ما اتجوزنا وأنت بتقول لي فترة وهتعدي وما بتعديش، والحالة بتسوء أكتر. يوه، أنت عايزة إيه دلوقتي؟ مش عايزة حاجة يا أحمد، أعمل اللي تعمله. اوف، انا نازل. رحيم انت محتاج لي وانا محتاجه لك. اقول لك على فكره، تعالى نتجوز وهرجع لك كل حاجه اتاخدت منك. وانت فاكره اني ممكن اتجوز واحده زيك علشان السبب ده وبس؟ بس انت بتحبني يا رحيم، أنا عارفة كده كويس، وإلا ما كنتش هتسيبني أشتغل معاك طول الفترة اللي فاتت دي كلها. بس إحنا كان في بينا اتفاق إن عمرنا ما هنتجوز. عشان أصلي صح؟ عشان عمرك ما كنت هتتجوز حتة سكرتيرة عندك من الأبجية. بس أنا كنت عارفة وموافقة يا رحيم، عشان كنت بحبك وكنت عايزة أبقى جنبك بأي طريقة وخلاص. ووافقت لما عرفت إنك هتتجوز داليا عشان تبقى الواجهة الشيك بتاعتك. بس أنت كنت بتكذب يا رحيم، عشان أنت حبيتها. طب تسمح لي أغير هدومي؟ خد وقتك. سامي شوف لي تذكرتين سفر. أنا بيتقبض عليا. ايه؟ شوف لي تذكرتين سفر لاي مكان، انا وداليا. اسمع، هات لي الورق كله اللي معاك على المطار، ورق الضد ده سامي. حاضر حاضر حالا. في ايه يا سامي؟ رحيم بيتقبض عليه دلوقتي. يا نهار اسود. بقولك ايه، انا لازم اتحرك دلوقتي. هو المفروض مجهز للهروب، وانا هحجز له تذكرتين طياره هو وداليا. نعم داليا، دي ايه يا حبيبي؟ طب وانا؟ ما جابش سيرتي؟ لا 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 لا، ما هو اكيد طبعا هيكلمك، بس بقول لك ايه، مش هينفع نشتغل دلوقتي، نأجل الشغل لوقت تاني، ده لو عرفنا بقى. يا
بيرد. أنا لازم أمشي. سامي استنى، أنت مش هتتحرك من هنا يا حبيبي غير لما رحيم يرد عليا. أنت قلت بنفسك إن رحيم عمره ما هيخرج من سجنه. ما أنا قلت لكم إن الفلوس والشركات بقى سميكوا فعلا. لا بس في ورقة الضد اللي واخدها علينا. أمال ما أنا أكدت لكم إنه عمره ما هيطلع من السجن، يعني ملوش لازمة. بس أمينة عندها حق، إحنا ليه نربط نفسنا بورق ممكن يضرنا في يوم من الأيام؟ بالظبط، وأنا قلت لك إنك لو قلت لأي حد إنه في ناس دخلوا حرقوا المكتب في الهوجة بتاعت الثورة دي، محدش هيعرف يكذبك. يا بنتي الإيه؟ فينو قوي الفكرة دي؟ أنا موافق. توكل على الله يا متر. أنا بس خايفة لا يكون في حد تاني معاه نسخة تانية من الورق. زي مين؟ داليا مثلا. مالكيش دعوة بداليا. افرض داليا. مالكيش دعوة بداليا. بعدين رحيم مش عبيط عشان يفرط ورق مهم زي ده في كل حته. امينه انا عارف كويس قوي انت عايزه ايه من داليا، وبحذرك داليا دي بتاعتي واللي هيقرب لها مش هرحمه. صلوا على النبي يا جماعه، الموضوع بسيط. حلال عليك يا سيدي. بس حلمي مش هيسكت. طبعا حلمي ده سبهولي. طالما انت عارفه كده عايزه مني ايه دلوقتي؟ مش عايزه حاجه يا رحيم، انا عايزه بس نرجع لبعض. وبعدين الدنيا اتغيرت يا رحيم، وانت محتاج لي زي ما انا بالظبط ما محتاجه لك. وداليا كلها اسبوع ولا اسبوعين وهتتجوز عماد، ده اذا خرجت من اللي هي فيه. خرجت من اللي هي فيه؟ أنا عشان كده جيت لك دلوقتي يا رحيم. لما لقيتك إن أنت ما رحتلهاش طول الفترة اللي فاتت دي، عرفت إن أنت لسه. أنت بتقولي إيه؟ خرجت منين ورحت لها فين؟ أنت ما تعرفش إن داليا اتحبست؟ إيه؟ تعالى هنا. أوعي! رحيم! يا باشا انا محتاج تفسير اللي بيحصل. انا كنت فاكرك اذكى من كده يا احمد. من امتى يا فندم حد بيجي عندنا وبيخرج بالمنظر ده وكمان من غير علمي؟ ما انا قايل لك من الاول ملف رحيم السيوف غير اي ملف. يا باشا مفهوم، بس اللي بيحصل ده مش طبيعي. رحيم كان عليه حكم 5 سنين، قضى بعدها في الحبس سنتين على ذمه قضايا ثانيه. ما سالتش نفسك ليه خرج في الوقت ده والقضايا دي لسه شغاله؟ ها؟ اتفضل. تمام سعادتك. الله الله الله.